طيب بدينا نحكي في المحاضرة الماضية عن الدوال الفانكشنز تمام، وحكينا انه تعريفها هي عبارة عن stored and reused steps، يعني خطوات انت بتكون مخزنة عندك ككود وبتعيد استخدامها تمام. يبقى هي الفكرة الأساسية تبعتها هي إعادة استخدام كود بدل من إعادة استخدام كود بدل من إعادة الكتابة. تمام؟ وضربنا لك مثلا المرة الماضية إنه قلنا لك اكتب برنامج، كتبنا نص السؤال، اكتب برنامج لإدخال اسم شخص والترحيب به. حكينا انه افضل متغير او اسم للمتغير هو نيم تساوي input مباشرة وهنا فهنا أحمد برحب في احمد تمام. طيب لو غيرنا نص السؤال انه بدل شخص بده يصير هنا شخصان ترحيب بهم ما، ببساطه هذا الكود بدك تاخده زي هيك تعيده. طيب لو قلنا 10 اشخاص بدك تضلك تعمل زي هيك تعمل نعمل دالة. كنا نعمل دالة انه بروح بعرف هنا الدف. دف يعني ديفاين، تعريف اسم الدالة. يبقى هنا احنا حكينا انه الدف هي من ديفاين. تعريف طبعا هذه اسم الدالة طبعا بطبيعة الحال انه دالة لازم يكون في عندك قوسين ونقطتين تمام، وهذا الكود عندك بيكون تابع للدالة. يبقى هنا هاي ديف بدنا نختار اسم للدالة، انت حر في اختيار اسم الدالة ذكرنا تمام. بس هنا بدي اركز لك على جزئية انه انت زي المتغيرات بالضبط، انه انت بدك تختار اسماء مناسبة للمتغيرات. نفس الحال يعني نفس الاشي بالنسبة للدوال، تختار اسماء مناسبة للدوال. يعني هنا ماكس كار سبيد هذا واضح تماما، المتغير هذا في سرعة السيارة القصوى max car speed تمام. غير لما تقول الx بتساوي مش معروف ايش هو الx هذا تمام، لكن هذا انه واضح تماما. فهنا
الدالة هذه بدها ترحب بشخص بطبيعة الحال إنه الاسم المناسب لإلها يا إما ويلكم أو جريتينج. تحط نقطتين تمام. أول ما تحط نقطتين بتعمل إنتر على طول بيجيب لك إنه إنتنديشن تاب إنه هذا الكود تاب على الدالة. فبتأخذ النيم هنا تعال شغل. ايش بيصير معك؟ ولا شيء. شو السبب؟ انه احنا عملنا تعريف للدالة define function. طبعا تعريف الدالة انه انت هي عرفت الكود وخزنته، كيف بدك تستخدمه؟ بدك تعمل له حاجة اسمها استدعاء. هنا بدك تعمل call. call معناها استدعاء مش اتصال. call function استدعاء دال. كيف بدك تستدعيها؟ كيف تكون تستدعي البرنت؟ البرنت قوسين. طب الدالة تبعتنا اللي احنا عملناها كيف نستدعيها؟ قوسين. هيك صار في عندك استدعاء. لما نتشغل اشتغل معك. يبقى تعريف الدالة بدون استدعاء مش هتشتغل معك في الكود تمام؟ متى بتشتغل؟ لما تعمل استدعاء. كيف؟ نعم نعم. لو هذه كانت greeting ترحيب هذه برضو تكون لازم نفس الاسم. نعم انت حر في استخدام الاسم. ايش يا استاذ سؤالك؟ ايش هو العيد وزن؟ define. اكيد احنا بدنا نعرف دالة. كيف بدك تعرف دالة؟ بدك تستخدم هذه الكيورد، هذه كلمة محجوزة def من define تعريف تمام؟ تستخدمها في تعريف الدوال. ايش بتحط هنا؟ اسم الدالة. ولازم بتوجب عليك ان انت تحط قوسين. الدوال دائما بقواس تمام؟ طبعا طبيعة الحال انه انت لازم يكون في عندك نقطتين، لانه انت عندك راح يكون كود تابع للدالة. فانت كيف بدك تعمل كود تابع لشغلة معينة انت عرفتها؟ بدك تحط النقطتين زي ما بنعمل كود تابع للاف بعد الشرط بتحط نقطتين. كود تابع للفور، كود تابع للوايل نقطتين بتعرف سكوب تمام. وبعديها الكود اللي احنا عملناه لادخال اسم شخص والترحيب فيها وكتبنا عادي. الان انت اول ما تعمل انتر زي هيك وتعمل باك سبيس خلاص انت طلعت من الدالة. هذا الكود بطل تابع للدالة. هيو برنت اي حاجة بلا بلا بلا. هذه البرنت مش تابعة للدالة. لما نشغل الان لاحظ معايا انا عندي البرنت قبل ولا الجريتينج؟ البرنت مع انه تعريف الدالة فوق بس حيطبع البلا بلا بلا. ليش؟ لانه قبل الاستدعاء. تعريف فوق ماشي اي نعم، لكن انت استدعيتها تحت البلا بلا بلا. شوف هاي انت عندك بلا 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 وهنا استدعاء الدالة what is your name. ايش اللي بحكي انا؟ زعبلات مش مفهوم؟ واضح؟ لازم نكتب استدعاء الدالة. طبعا بدون استدعاء ما بتشتغلش. ماشي احنا الاستدعاء. طب بدون ما نكتب الكود الموقف هذا اي كود الموقف؟ كول كول فانكشن. اه هذا مكتوبوش هاي تمام. شغل بالشكل اللي
ها بس دالة باللغة العربية هذه هذه الناس اللي مكتوبها يوم دالة باللغة العربية هذه استدعاء ايوه آه. لازم احنا نكتبها لا 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 طبعا بطبيعة الحال لا هاي اللي فوق هذه يعني انت بتراهن انه احنا اذا شلناها الكود مش حيشتغل طب ماشي انا استدعيت مره واحده تمام لا شوف يا استاذ هل لقيت هذا الكود انه انت مثلا على سبيل المثال انه انت رحبت بالشخص الاول تمام وبعديها تعاملت معه اخذت معلوماته اسمه وعمره وكذا 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 وبعديها مثلا بدك ترحب فانت الاستدعاء انت عندك موجود في ثلاث اماكن مختلفه ساعتها الداله انه هي بتلزمك فهنا انه بكون في عندك هنا الجريتينج وبعديها هنا انه سم كود وبعديها لزمك الجريتينج كمان مره بدل ما انت تعيد الاسطر هدول بس مجرد انه انت بتعمل كمان استدعاء لكن إذا أنت بدك ترحب بعشر أشخاص طبعاً لا يعقل أنه أنت تعمل زي هيك بتروح بتعملها بدك عشر أشخاص for I in range عشر هذا الكود صار تابع للفور للعشر من زيرو لتسعة قديش عشر مرات تمام؟ واضح يا أستاذ؟ كمان مرة بقول لك إذا أنت شاكك في نفسك إنه أنت بدك تحكي مع زميلك غير مكان هجيت هنا بدنا نرحب بعشر أشخاص منكم مين؟ محمد؟ مين كمان؟ غنى علاء بشار غنى مصطفى هل وقف عند عشرة؟ مين؟ هيك صار عشرة هيك وقف بتعد انت كنت معايا؟ تمام؟ هيك عشر اسماء نعم هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة للناس المشككين تمام؟ هكذا خلي بالك برجع بأكد عليك مرة تانية هكذا أنا هطلب منك مسألة الاستدعاء هذه فيها intimidation عشان الفور لكن أنا بدي أعمل استدعاء مرة واحدة بده يكون عندك زي هيك نعم قسجل عندك اكتب برنامج مش اكتب برنامج اكتب دالة طبعاً بدك تعرف الدالة وتكتب الكود فيها بدك تعملها استدعاء وخلي بالك من الانتنديشن هذا نص السؤال ريزلت تيف اسم الدالة سم تو نمبرز
هي فعلا دالة بتجمع رقمين بس، لو اديت يعني انه بتجمعش ثلاث ارقام ولا 10 ارقام ولا 5 ارقام، لانه في دالة ممكن تجمع لي ارقام قد ما انا بدي، فهذا الاسم المناسب. وهنا بدي احكي بخصوص اسماء الدوال، انه انت يفترض، خلي بالك هنا بدي احطها باس، باس يعني جملة فاضية، لانه هنا عشان انه هو يقبلها مني. هلقيت هنا بخصوص اسماء الدوال، لو عرفت دالة اسمها سبيد هيك صح؟ سنتكس صح، بس هل بتدل على المعنى؟ شو بتسوي هاي الدالة؟ شو بتسوي هاي الدالة؟ ايش بتعمل في السرعة؟ لا، اللي انا بقصده لما يكون انت عندك اسم زي هيك، تمام، ويكون عندك اسم زي هيك، مين افضل، مين اوضح؟ سبيد اب، زود السرعه. او انه انت ممكن تختار اسم ثاني هنا، زود السرعه. بمعنى اخر انه انت اسم الدالة يفضل انه انت تختاره فيرب، فعل، لانه فعلا الدالة بتسوي فعل معين، فيرب اكشن معين، فبالتالي يفضل انه انت تختار. يعني هنا سبيد، سبيد هذا فيرب ولا ناون؟ ناون. سرعة، سرعة اسم ولا فعل؟ لكن هنا سبيد اب اسرع، فعل، فعل امر. وهنا انكريس سبيد، زود السرعة، فعل، زود، تمام؟ فبالتالي هنا بيكون أوضح. يا أستاذ أنا لو ما حطيت الجملة الباس، تمام؟ وهنا جيت أعرف دالة تانية، هذه بيعتبرها أنه هي غلط، لازم أنه يكون في عندك إشي تابع للدالة. فالباس هي عبارة عن جملة فاضية بتسوي ولا شيء، تمام؟ هي في حد ذاتها جملة ما بتسوي شيء. تفصلش بين الدوال. جملة لا، ما بتقوم بولا شيء. لا، مش فصل بين الدوال. كيف؟ يا أستاذ الدالة هذه لازم، زي ما احنا عرفنا انه دالة الانبوت احنا كتبنا فيها كود، بس عشان انا مستعجل ما كتبتش كود، حطيت الباس بس، لا اكثر ولا اقل. ما تعتبرها انه هي بتفصل بين الدوال، خلاص. لا، جملة ما بتسوي ولا شيء وخلاص، نقطة وسطر جديد، تحاولش تفسرها تفسير تاني، خلاص. اسم الدالة لقيتها حسب النتيجة اللي احنا بتعملها في الثانية. نعم. هذه الجملة اللي كتبناها صح، بس لو شلنا الجملة المتهامة حطينا بس الجزء صح؟ أي جملة اللي صح؟ اللي احنا كاتبينها، بس لو حطينا الانتجر وما حطيناش انتجر، حطينا بس الجزء. لسه ما كتبتش الدالة أنا يا أستاذ، أنا بحكي في الاسم. خليني أكمل كتابة الدالة هنا، تمام؟ وبعديها تسأل سؤالك. هجيت هذا الاسم مناسب ولا مش مناسب؟ ليش مش مناسب؟ فعل ولا مش فعل؟ توقف. لكن لو اجيت قلت لك زي هيك مناسب أكتر، تمام؟ اما تجي لي كار اسم ولا فعل؟ هاكيت هو كسنتاكس صح، سمي اسم الداله اللي بدك اياه، ممكن اذا بدك تسميها لو حبيت اي بي سي سميها، قلتكش غلط. لكن انا بحكي لك من ناحيه انه انت تستخدم دوال لما انت تيجي تستدعيها يكون واضح انه هاي الداله ايش بتسوي بالضبط. فهجيت هذه الدالة
هي بتسوي إشي في السيارة بس، بس إيش هو؟ وضحت وصلت الفكرة؟ لكن لما أنت تيجي تقول له هنا stop car، آه وضحت إنه هو بوقف السيارة، تمام؟ واضح الارشادات مختار بخصوص اختيار الاسم. تيجي اختيار متعدد وصح وغلط في الامتحان، لا ولا شيء سلامتك. اللي ايش يعني انه انا قاعد بشرح ساعه وهلقيت لما قلت لك تيجي في الامتحان ركزت، يعني بدك بدك تركز. طيب احنا نرجع لنص السؤال. حكيت اكتب داله لادخال رقمين وطباعه المجموع. ادخال رقمين بقول هنا مثلا ان واحد بتساوي خلاص رقمين انتجر، تمام؟ بدناش نرجع نفتح موضوع الايفال ومش الايفال وخلاص. الايفال حكينا عنه المحاضره الماضيه، لانه في بعض الاشياء انا بدي الناتج يكون فلوت 12.0، لازم الزيرو يطلع معايا، فخلاص بتدخل انت عندك الانبوت فلوت، تمام؟ فهنا هنا لسه لغاية اليوم في أشخاص بيقعوا في هذا الموضوع. في الموديل الانبوت بدون رسالة، وفي الامتحان النصفي تمام بدون رسالة فاضي، تمام؟ وبدك تتقيد بهذا الاشي. لكن هنا أنا في البي شارم عشان بشرح وعشان لما أجي عشان أشغل لك البرنامج إنه آه تستوعب معايا بحط رسالة. هنا بقول بليز انتر ان واحد وهنا ان اثنين دخلناهم. ايش المطلوب بعد هيك؟ مجموع. هيك انا طلعت من الدالة، تمام؟ شغل كمان مرة للتأكيد. كتبت كود دالة، عرفت دالة بس ما استدعيتها، مش هيشتغل معاك اشي. لازم تستدعيها عشان يشتغل معاك. هيو برنت بلا، ايش اكتب تحت يا استاذ؟ قل لي بالله عليك ايش اكتب تحت. فيش اشي انا اكتب فيه، فيش هنا. ايو ها تعال اضغط بنفسك بالكيبورد. بعدين انا حاطط رسالة هنا، لازم تطلع الرسالة. هكيت هنا عند الاستدعاء. كيف الاستدعاء؟ اسم الدالة نفسه، تنساش القوسين وما تحطش نقطتين في الاستدعاء، هذا برضو من الاخطاء الشائعة، تمام؟ النقطتين في التعريف، الاستدعاء بدون نقطتين. والله العظيم يا أستاذ الكود صح، والله أنا عملته صح. بدك تركز في الشغلات هذه والتفاصيل هذه عشان ما يصيرش في عندك أخطاء، تمام؟ هاي الرقم الأول 3 و5 قديش؟ تمام، هذا استدعاء لمرة واحدة، تمام؟ فكانت هذه المسألة بسيطة، مرت عليكم قبل هيك انه انا اطلب منك رقمين وتطبع لي المجموع، بس المطلوب الان انه انت ترتب الموضوع في دالة. فكيف نص السؤال بيكون زي هيك؟ اكتب دالة، هناك اكتب برنامج، هنا اكتب دالة. الأسئلة واضحة، خلص نفس النمط. اكتب دالة لإدخال رقمين وطباعة المجموع. طبيعة الحال بدك تستدعي الدالة، تمام؟ انه تدخل الارقام هذه بفور ليه؟ طالب رقمين مش 10 ارقام. لما الرقمين خلص بتدخلهم زي هيك. طيب
اكتب دالة لإدخال عدد من الأرقام وطباعة المجموع. هنا في عندك ملاحظة، المستخدم سيقوم بإدخال عدد الأرقام وقيم الأرقام. تخيل معايا كيف إيش مطلوب من البرنامج. أنا برجع بأكد عليك إنه أنا هنا بطلب منك إنه أنت يعني إنه هاي نص السؤال حددت لك استخدم if for if else. لا، إيش المطلوب منك؟ إنه أنت على سبيل المثال لما تشغل، إنه تخيل إنه أنا بشغل هالجيت دخلت 10، معناها أنا حدخل 10 أرقام، 3 7 5 8 إلى آخره. لما أخلص آخر رقم يجيب لي مجموعهم كله. واضح السؤال؟ يعني خلينا نصغر الأرقام، أنا دخلت هنا 3، تمام؟ معناها أنه حيدخل 3 أرقام، هاي الرقم الأول 2، الرقم الثاني 5، والرقم الثالث 3. قديش المجموع؟ مفترض أنه يطبع لي 10. هيك وتحط، تمام؟ يبقى هذا المدخل الأول عبارة عن عدد الأرقام، هذه الأرقام نفسها وهذا الناتج، تمام؟ أنا لا حكيت لا فور، واخد بالك، ولا اف ولا أي حاجة. أنت شوف المناسب واعمل. هجيت نيجي للسؤال حبة حبة. يعني هنا اكتب دالة على طول، هنا def some numbers. هيك انت اخذت عشر العلامة، تمام؟ تمام، لإدخال عدد من الأرقام وطباعة المجموع، تمام. المستخدم بده يدخل عدد الأرقام والقيم، فهجيت أنا عندي مدخلين، عدد الأرقام والأرقام نفسها. عدد الأرقام يبقى هنا number of values، عدد القيم تدخلها من الكيبورد. صحيح، هذا الكلام كله جوا الدالة، تمام؟ طيب ممكن نجزئ السؤال. يعني هنا لو جبت لك سؤال انه عشان بيساعدني انه انا اوصل لك الفكرة، هنا نص السؤال انه اكتب مش دالة لإدخال 10 أرقام، بس إدخال، ما طلبتش منك تعمل فيهم ولا حاجة، بس إدخال 10 أرقام. for an بعدين
مش لطباعة 10 أرقام، لإدخال 10 أرقام، بقول إدخال من الكيبورد. إنبوت. فبالتالي هنا يعني هنا إنه V بتساوي إنبوت طبعاً إنتجر. وهنا عشان تكون إنه هنا I لا ما بضبطش. تمام؟ فهاي تأكد إنه أنت بتدخل 10 أرقام. هاي الرقم الأول 3 2 45 كمان 45 12 4 3 لا هذا بعملش سم بس بدخل. أنا بجزئ لك سؤال، بجزئ لك السؤال. تمام؟ لا 10 ارقام هيو رينج 10. تعال عدهم هي 1 2 3 4 5 6 7 لغايه 90 8 9 10. طب هو في البرنامج حكيت بورجي لك كود الجمع. حكيت هنا هذا ادخال 10 ارقام. حكيت هنا حكيت هنا بديش انه 10 ارقام، بدي المستخدم هو يدخل قديش بده رقم. فايش الحل؟ يا اما بتحطه في متغير يا اما بتعمل هنا انت input. وهنا بقول انه enter number of numbers. واضحة الرسالة؟ واضح انا لو عملت هيك في الرينج انه انا حطيت integer و input، ولا بالنسبة لكم صعبة؟ واضحة؟ الأسهل من ذلك إنه أنا إيش بسوي؟ ببسط الكود وبروح بحط هذه هنا الإكس بتساوي هذا الكلام، وهنا بقول رينج إكس. هيك مقروءة أسهل صح؟ تستوعبها أحسن. فهنا أنا بدي أدخل ثلاث أرقام، بقول أدخل number of numbers عدد الأرقام. فهنا بدي أقول له بدي أدخل أربع أرقام، فهنا هاي الرقم الأول، الثاني، الثالث، الرابع. هيك أنت تقريبا حليت نص السؤال. دايل إنه هدول الأرقام 2 و5 و8 و1 نجمعهم. تمام؟ خلينا نرجع للملف اللي أنا كنت فيه. هاي. لا مش هذا. هذا ليش انا كتبت انه 10؟ فخليني بس بدي اعمل له رينيم. تمام. يبقى احنا هنا عدد القيم هيو اخذناها زي هيك. هجيت بدي اخذ القيم نفس الكود هذاك، ايش بدي اسوي؟ فور I in range ايش؟ بدك اياها اكس اسهل لك؟ هاي اكس. واضحة بالنسبة لكم؟ ولا الاسم طويل عليكم؟ تمام. ايش بدنا نسوي؟ بدنا ناخذ فاليو بتساوي بدون برنت. احنا بدنا ندخل ارقام. يبقى هنا انت انبوت، وهنا نطبع له رساله برضه عشان توضح بالنسبه لك. هنا انتر فاليو، ادخل قيمه. تمام.
تعال تأكد إن الكود شغال ولا لا. هاي بدنا نعمله هنا استدعاء. لا بس أنا بدي أتأكد إنه العملية هذه شغالة فبدي أعمل استدعاء. جرب بدي 4 أرقام أو 3 أرقام. هاي الرقم الأولى، هاي الفاليو الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة. خلاص وكذا إيش ضل عليا؟ إنه أنا هدول الفاليوز أجمع. إيش بسوي؟ حاجات مطلوب منك إنه أنت تجمع الاثنين مع الخمسة والناتج، ركز معايا كويس، والناتج تجمعه مع الثمانية. هذا مجموع، إيش اسمه؟ مجموع تراكمي، تمام؟ فبدك إيش تسوي؟ تعرف متغير وتكون فيه المجموع. اجمع 2 مع الخمسة والمجموع الناتج بتجمعه مع 8 والمجموع بتجمعه مع الرقم اللي وراه وهكذا. هجيت هذا المتغير اللي انت بتكون فيه القيم ايش اسمه؟ توتال. قديش القيمة؟ نبدأ بصفر. انا لسه ما جمعتش. قديش المجموع؟ صفر. دائما في المجموع انت بتبدأ بصفر، تمام؟ ببساطة بتقول انه توتال بتساوي توتال. هيك انت عملت جمع تراكم، تمام؟ زائد ايش؟ مين يقول لي؟ الفي، تمام؟ كيف؟ هيا تحت. هاجي تركز معايا، انا دخلت 3 فهنا حيصير فور اي ان رينج قديش؟ 3. التوتال 0، تمام؟ هاي اول قيمه دخلناها 2. حيصير التوتال ايش بيساوي؟ التوتال زائد الاثنين. التوتال قديش؟ 0 زائد 2 2. روح على اللفه اللي وراها، قيمه جديده، دخل قيمه جديده قديش؟ 5. انا بطبق على المثال، بشرح لك ايش بصير. 5 زائد قديش؟ 2. اخر قيمه للتوتال قديش؟ 2. 5 و2 7. تراكمي ولا مش تراكمي؟ حيكمل للاخر ويجيب لي المجموع الكلي، تمام. بعديها بعد ما اخلص هنا بروح بعمل برينت توتال. طلع سهل بس ايش؟ سهل بس معقد، تمام؟ بده تجميع. نجرب؟ نجرب في ارقام صغيرة، عدد الارقام يعني 3. 3 ارقام. هجيت 3 و3، بلاش 3، 3 و4 7، 7 و13. توتال، بس نسيت هذه كوما توتال. كمان مرة تغير. احنا حكينا 3 3 و4 و3 10. جرب 4 أرقام، 1 و2 3. 3 و3 6. 6 و4 10. نجرب أكبر، 5 أرقام، 2 و4 6 و7 13. 6 و7 13 و 3 16 24. تمام، واضح؟ لأنه هلقيت أنت عندك المجموع، المجموع تراكمي، لأنه أنت لما بدك تيجي هذا
لو كانت انه انت شغلتها اكثر من مره تمام فبروح باخذ اخر قيمه، لكن لما انت تصفره خلاص بتبدا المجموعه انت عندك بصفر. وضحت ولا واضح اكثر؟ صحيح. ايش لوكال ايرور؟ يعني انت يعني انت 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 بدك تسوي زي هيك صح؟ آه. كيف؟ بلس تساوي البي التوتال بلس ايكوال لا انا البلس ايكوال ما لسه ما اديتهاش. هي البلس ايكوال هي نفسها هي بتساوي الفي زائد التوتال. التوتال بتساوي التوتال زائد الفي. استنى شوف تمام هيك بزبط. هاجيت هنا اول مره بيجي بقول لك انه انت الجمع التراكمي مش معرف وبدك تجمع عليه، بدك تجمع الفي مع التوتال قديش قيمتها اصلا. لكن لما انت تكون بدي ومصفره احنا اول رقم دخلناه قديش؟ أربعة. أربعة زائد اثنين عفوا أربعة زائد صفر أربعة. هيك بتنحل المشكلة تمام؟ زميلكم بيسأل انه هاي تعريف المتغير ضبط زي هيك، يعني ليش ما انه احنا هاي الجملة انه ملهاش لازمة؟ بتكون فيها اشكالية وين؟ في اول لفة. اول لفة احنا بدنا نجمع جمع تراكمي. طريقة الجمع التراكمي انه نقول له انه التوتال بيساوي التوتال اللي قبله زائد في. فهجيت في اول لفة التوتال اللي قبله قديش قيمته؟ فبروح بتقول لك لا مش صفر مش معرف، هاي الجملة معلقة تمام؟ فايش بقول لك؟ انه انت قاعد بتعمل ريفرنس ل variable اسمه توتال قبل ما انت تعمل له assignment قديش قيمته. انت بتقول لي التوتال بتساوي التوتال ماشي بخزن لك النتيجة في التوتال، بس انت قاعد بتقول لي هنا ماشي بخزن لك النتيجة في التوتال، بس انت بتقول لي التوتال زائد الفي قديش التوتال عشان اجمعها مع الفي. هيها لسه دخلناها قبل شوية، بس التوتال هذه قديش قيمتها؟ طب ليش ما قال لي الهروب؟ لكن لما نتصفرها تنحل المشكلة. ليش ما قام خطأ مين الهروب غير معروف؟ لأنه هيو عبارة عن توتال بتساوي توتال، هذا عبارة عن تعريف تمام؟ هنا انه كأنه انت بتحط قيمة للمتغير اكس، يعني هنا اعتبرها انه هاي اكس بتساوي 10، اكس بتساوي اكس زائد 3 بيقبلها منك، لكن واي بتساوي واي زائد 3. هجيت الواي هذه ماشي اوكي بخزن لك في الواي، بس الواي هذه من وين بدي اجيب قيمتها؟ تمام؟ فبيجيب لك انه نيم ايرور، انه انت بتحاول انه انت تعمل ريفرنس للواي قبل ما انت تخزن فيه. هجيت هنا جاب لك اياها نيم ايرور انت عشان مش جوات الفور، بس هنا جوات الفور جاب لك اياها انه ريفرنس لوكال فاريبل، انه لوكال فاريبل تابع للفور. خلي الموضوع هذا شويه لما ندخل في السكوب تمام ماشي لما تتطور. في اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.